أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً يقضي بنقل عدد من معتقلي غوانتانامو إلى سجن بولاية إلينوي. التفاصيل مع جيسي المور من واشنطن. إلى قرية تومسون في ولاية إلينوي، وتحديدا في هذا السجن المؤلف من 15 مبنى، سينقل عدد من معتقلي غوانتانامو وفقا لقرار البيت الأبيض، خطوة قد تسهم في تسهيل تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي بإغلاق المعتقل العسكري بعد 7 أعوام من إنشائه. هذا السجن سيكون أكثر السجون أمنا في الولايات المتحدة. لم يتمكن أحد حتى الآن من الفرار من سجن فيدرالي، والتجهيزات الأمنية التي ستضاف إلى سجن تومسون في إلينوي والذي كان شبه خاليا لمدة 8 أعوام ستجعله أكثر السجون مراقبة على الإطلاق. السجن والذي تم بناؤه عام 2001 مهيئ لاحتواء 1600 سجين، لكنه لا يحتوي حاليا إلا على نحو 150 سجين فقط، وذلك بسبب عدم توفر الميزانية المطلوبة لإدارته، وضع تنوي الإدارة تغييره حسب التقديرات الرسمية التي خلصت إلى أن نقل المعتقلين إلى تومسون سيؤمن نحو 3000 وظيفة إضافية للمنطقة التي تعاني من وضع اقتصادي سيء. من الناحية الاقتصادية هو أمر رائع، لكن لا يمكن أن نتخذ قرارات مستندين فقط على الناحية الاقتصادية، فهناك تبعات لقرار نقل المعتقلين آمل أن يتم بحثها بواقعية. القانون الأمريكي لا يسمح باحتجاز أي معتقل في الولايات المتحدة بدون محاكمة كما هو الحال في غوانتانامو، وبالتالي فإن قرار أوباما بنقل المعتقلين إلى سجن أمريكي سيفتح سجالا تشريعيا ويطلب من الكونغرس تغيير بنود القانون والموافقة عليه. على أوباما أن يواجه الكونغرس، حيث صارع الجمهوريون بعد إعلان البيت الأبيض إلى إقناع الديمقراطيين بالاعتراض على نقل المعتقلين إلى ولاياتهم، فأي خيار أمامه الآن؟ لقد اضطر إلى نقلهم إلى ولايته. قرار نقل عدد من معتقلي غوانتانامو إلى ولاية إلينوي يصل الآن إلى الكونغرس الأمريكي، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة شديدة خلال الأسابيع المقبلة ستؤدي إما إلى تعديل للقوانين الأمريكية أو إلى رفض إجازة قرار أوباما. جيسي المور، بي بي سي، واشنطن.